الحلوة دي بعد المكالمتين. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بنحيي حضرتك جدا، أهلا وسهلا. والله أنا فرحانة إن كل المكالمات بتبدأ بالتهنئة كده، ده بجد عيد لكل الإذاعيين، بنفرح جدا إنه بتجيلنا التهاني من مستمعينا الأعزاء، يعني بشكرك جدا. ربنا يخليك يا دكتورة. عارفة أنا عايز أعمل إيه دلوقتي؟ اتفضل. عايز أسيب الوقت دلوقتي وأجي أستناكي على مبنى الإذاعة يا سلام، وصل وأديك أجمل طاقة وقت. يا خبر، والله وصلت. على فكرة أنا في الاستوديو حواليا ورود أهي. والله العظيم يا دكتورة أنا نفسي أجيب لك أجمل طاقة وقت. يا وصلت، والله وصلت. حضرتك تستاهل كل خير والله. بشكرك جدا والله يا أستاذ أحمد، شكرا، ربنا أسعدتني. يخليك. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يا رب أشوفك قدير يا رب. ربنا يبارك فيك ويولي دايما من يصلح ومن يقدم الخير، كله بلدنا تستاهل كل خير. وإياكم، بشكرك جدا والله، بشكرك. أيوه أيوه، ده أنا عاملة حسابي، ما تقلقش ما تقلقش إن شاء الله. أيوه، طب فقدان ثقة في الشخص نفسه ولا في اللي قدامه؟ مش واثق في نفسه ولا فيك؟ لا مش واثق في اللي قدامه. تمام؟ خاصة في العلاقات اللي هي العاطفية والحاجات دي. تمام. أنا هقول لك على تجربة. أنا أحيانا مش عايز أقول لك، أنا كرهت حد بسبب غيرته زيادة عن اللازم. كرهت؟ يعني بتوصل لدرجة إنك مش قادر تستحمل العلاقة؟ طبعا الخطورة. غيرة غيرة غيرة. أنا اللي واحد صفة أقول لك على حد، يعني اتفضل. الفيس بتاعي كان يفكر بسبب غيرة. الإيه؟ الفيس بتاعي والله العظيم كان هيتهكر؟ الشاب كان عايز ينقذ من كتر الغيرة، عايز يشوف كل تفاصيل حياتك. ده حاجة أنا مش عارف، يعني ده أذى، أذى فظيع. في غيرة مزاولة. ربنا يعافينا يا رب. وفي غيرة حميدة طبعا. يعني بس عايزك بجد، يعني عايزك بقى تقولنا ازاي نفرق ما بين ده وده. حاضر حاضر. نعرف ان دي غيرة حميدة او غيرة مزاولة. يا في حلقة النهاردة والله كلها معلومات، كلها معلومات، واحنا بنتعلم منك والله العظيم. والعفو، احنا بنتبادل خبراتنا وتجاربنا وبنستفيد من بعض. عارفه يا دكتور والله العظيم انا لو كنت بتقول ولا حاجه وفاتتني حلقه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم كده احسسني بكل ما والله بتسعدني وبتحملني مسؤولية. والحقيقة يعني احنا بنفرح جدا في الشباب الرياضة كلنا لما بنحس ان احنا واصلين لمستمعين. بنتعلم منك يا دكتورة والله العفو. بنتعلم منك. العفو، ربنا يبارك فيك. جدا. بشكرك والله يا استاذ دايما احمد. بدعي لك وبقول لك ربنا يبارك فيك يا رب. بشكرك ربنا جدا. يخليك لينا وكل سنه وانت طيبه ويخليكوا وانت بكل يا خير. ربنا يبارك فيك يا رب. امين امين. بشكرك جدا يا استاذ احمد، اسعدتني جدا. على التليفون التاني مروه. صباح الخير. صباح الخير يا مروه. يا مروه، ايه ده، ايه الغيبه الطويله دي؟ والله العظيم احنا بنسمعك كفايه، يعني مش لازم نتصل. وحشتيني. اقسم بالله انا ما بحب ارن ولا اشارك عشان ما اعطل فيك، بحب اسمعك كل دقيقه من وقتك. ده انتي بتسعدينا، وبعدين بتورينا بقى جمال البنت المصريه وافكار البنت المصريه في جنوب مصر وصعيد مصر واسوان واهالينا في اسوان. الله يجبر بخاطرك يا دكتوره ناديه، زي ما انت تجبري بخاطرنا. انتي يعني انتي اللي بتكبري بخاطرنا. ربنا يخليك. يبقى الخواطر ده حاجة جميلة، رغم ان هي مش مكلفة، بس اثرها ربنا لوحده اللي بيعلمها. صحيح.
صحيح، مين فينا ما بيحبش؟ اهي اهي، كل سنة وانتوا طيبين، دي جبر خواطر والله. ربنا يخليك حبيبتي، وانتي بكل خير. صباح ومدام ايمان وكل اللي عاملين بالذات الشباب، بيسلموا عليكي وبيشكروكي جدا. بتغيري ولا بيغيروا عليكي ولا بيغيروا منك؟ بصي، انا اولا انا عايشه مع امي وابويا، انا اخر العنقود في البيت، فانا لوحدي مع امي وابويا. اصحابي بيقولوا لي يا بختك انت ما معكيش اخوات في البيت، انت قاعده مع امك وابوكي، بيحسدوني، مخليني مش عارفه استمتع بيه الجو ده. فهم بخليني في طاقه سلبيه في البيت بسبب يعني الضغط بتاع الحرب. في نفس الوقت عكس كده، بكلم اصحابي بلاقي الواحده بتحب امها جدا، بتحب ابوها جدا، رغم ان حتى لو مش بيحبوها او مش بيكره مقابل، فحب الاهل ده من دون مقابل طبعا من عند ربنا سبحانه وتعالى. فبغير منهم في حاجه كويسه، بعمل زيهم في اهل البيت يعني. قدوة يعني، بتقتدي باللي بتغيري منه، مش بتزعلي على النعمة اللي هو فيها. بقول لها فوش يعني، والله العظيم ما شاء الله عليك. انا بصراحه بديت ادي امي وابويا اهتمام يمكن اكتر من الاول، يمكن انا كنت ما بحبهمش، لو ما عملوش حاجه ازعل او كده، فبديت ده حاجه اصلا، ده موضوع ان ما يزعلوني، وحب ليهم ده حاجه ثانيه، من المفروض احبهم لان ده امي وابويا، مهما يعملوا فيا اكيد هم امي وابويا. والله يعني انتي عملتي الترجمة الإيجابية للغيرة، أنا بشوف حاجة حلوة في حد، بحاول أنا أطبقها وأعملها في حياتي. يعني هو ده توظيف بقى المشاعر وتوظيف العلاقات اللي احنا فيها، أشوف إيه الحلو اللي أقدر أستفيد بيه، مش أتمنى إنه إيه ده هو بيعمل كده وأنا بعملش ليه، وأفضل أنا برضو محلك سر. والله بشكرك يا مروة، أسعدتيني جدا، اسعدتيني جدا بوجودك الجميل يا مروه. شكرا، خليكي، انا سعيده جدا وبسعد لما اسمعك اكثر. اسعدتينا، ويا رب نفضل دايما كده عند حسن ظنك. بشكرك جدا يا مروه، وبشكر كمان كل اصدقائنا المتواصلين معانا على الفيسبوك. عبد الحي علي، صباح الفل عليك يا عبد الحي، صباح الذوق والاحساس والطيبه، اشكرك جدا. ميرو، مروه جابر كانت لسه معانا اهي، نفسي اسمع اغنيه عاش الراديو يحيى الراديو، وكل سنة وانتم جميعا طيبين بمناسبة عيد الإذاعة. بشكرك جدا يا ميرو. أستاذ يوسف أحمد الباز، الله على الورود، والله بشكرك جدا، إيه باقات الورود الجميلة دي، بشكرك على كل الهدايا الحلوة. أستاذ إبراهيم نور الدين، إبراهيم نور الدين، الصور والهدايا والورود يعني هدايا كبيرة جدا والله، وتعليقات حلوة قوي، بشكرك جدا أستاذ إبراهيم، أسعدتني. أستاذ صالح عبد الشافي، يا سلام، كل سنة وحضرتك طيب، بشكرك جدا أستاذ صالح، مية مية على وجود حضرتك ووجود كل أصدقائنا المنوريننا. كمان أستاذ صالح بيقول من قريتي طوخ، ومني الطوخ السنطة غربية، بحييكم، من يوم ونص قعدت وفكرت وأخيرا قلت مهما حصل خليني في أحسن حالتي، خسرنا بطولة لكن عندنا بطولات كتير وأمامنا أكتر، ودي رياضة، مكسب وخسارة، الحمد لله إحنا في زحام من النعم. صحيح والله، بشكرك جدا أستاذ صالح. أستاذ إبراهيم، صباح السعادة والسرور والورد المنثور عليكم، والله يا أستاذ إبراهيم بشكرك جدا. بيقول في غيرة حميدة وفي غيرة قاتلة، صح، تمام، ربنا يعافينا من الغيرة القاتلة، يا ساتر. أستاذ يوسف أحمد الباز، أشكرك جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الإذاعة المصرية والإعلاميين بخير وسعادة. الغيرة والشك هما السبب الأساسي في المشاكل في العلاقات الزوجية والعلاقة بين الأصحاب، وصحيح معك حق، والله انتوا اللي بتدونا طاقة إيجابية. بشكرك جدا بقى على المجاملات الجميلة دي، بشكرك جدا جدا، يعني يا رب يكون الموضوع يعني مهم بالنسبة لكم، ويكون كلنا بنستفيد من خبرات وتجارب بعض. كمان يوسف أحمد الباز، أهلاوي وأفتخر، وأنا من عروس الدلتا المنصورة، بشكرك جدا. أستاذ عماد حكيم، الغيرة والشك هما سبب تدمير العلاقات، زواج، حب، صداقة، ربنا يعافينا والله من العلاقات المؤذية اللي بتوصل لدرجة التدمير،
لأنه إذا وصلت العلاقة لأنها بتدمر أطرافها، مش بس ده ساعات الغيرة مش بتدمر العلاقة، ده ساعات بتدمر أطراف العلاقة، وهنا بتبقى فعلا الغيرة القاتلة. ربنا يعافينا. بشكركم جدا على كل التعليقات الحلوة. احنا لسه معاكم ودكتور موت.